مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 7 Lesson 3، اليونت السابع الدرس الثالث. عنوان الدرس Watch Out. Watch Out معناها انتبه أو احذر. احنا اتفقنا بالدروس السابقة أنه هذا اليونت كله يتمحور حول الأوامر، التحذيرات، التعليمات إلى آخره. فهنا بالفقرة الأولى شو يقول لي؟ يقول لي read the posters، اقرأ الملصقات أو هذه البوسترات، and try to work out the meaning of the new words، وحاول أن تحل معاني الكلمات الجديدة. يعني مثل ما تعودنا بالدرس الأول أو الدرس الثاني منطيني مجموعة من التحذيرات، وبوقتها قلنا إحنا إنه التحذيرات ذني أو الأوامر أو التوجيهات التعليمات للحفظ. إحنا بكل درس رح نأخذ مجموعة من التحذيرات والتعليمات المهمة جدا. واحنا اتفقنا سابقا انه الجمله الامريه تنقسم الى قسمين، جمله امريه مثبته، جمله امريه منفيه. الجمله الامريه المثبته نستخدم وياها always، الجمله الامريه المنفيه نستخدم وياها never. هنا راح ناخذ بعد امثله اضافيه اكثر عن هذا الكلام اللي شرحناه بالدروس السابقه. فيقول لي اقرا البوسترات وحاول تعرف معاني كلمات جديده. خلينا نجي نشوفها. Where do most accidents happen؟ هذا العنوان أخذناه بالسادس ابتدائي إذا تتذكرون. أين تحدث معظم الحوادث في البيت؟ إحنا أغلب الحوادث أو المشاكل اللي تصير بداخل البيت وين تصير؟ أو المشاكل، أنا أقصد المشاكل هي المشاكل اللي تسوي حادث معين بداخل البيت وين تصير؟ إذا تتذكرون بالسادس ابتدائي جاوبنا على هذا السؤال، وبكتها أخذنا قطعة كاملة عنه، أنه معظم الحوادث تحدث أما بالكيتشن بالمطبخ أو الباثروم الحمام أو الستيرز on the stairs على الدرج. خلينا نجي نشوف هنا بهذا الدرس شنو الجديد اللي الأطباق إنه يعني in the street في الشارع، on the beach على الشاطئ، at school في المدرسة. شوف هناك بالسادس ابتدائي قلنا أين معظم الحوادث تحدث في البيت. هنا أين تحدث معظم الحوادث بشكل عام، مو بداخل البيت، بالشارع، بالشاطئ، بيا مكان بالضبط هو اللي دائما يكون فيه حوادث أكثر. أنا أقول لك no، كلا، ليست أي من هذه الأماكن. Most accidents happen at home. شوف أنا شو يقول لي؟ يقول لي معظم الحوادث تحدث في البيت، يعني الحوادث اللي كسير، جروح، حرق، شوية إلى آخره، أو سقوط إلى آخره، معظم هذه الحوادث تحدث في البيت. Don't let accidents happen in your home. لا تدع الحوادث تحدث في منزلك. أنا مقدمة يقول لك أنه أنا راح أعطيك مجموعة من التوجيهات، هاي التوجيهات لازم نطبقها بالبيت على متجنب الحوادث. يقصد الحوادث مثلا طفل يوقع من الدرج، طفل ينجرح بالسكينة، طفل من الممكن يتشوه بسبب الطباخ إلى آخره. فمعظم هذا اللي راح ناخذهن بهذا الأمر بهذا الخصوص. فهنا أنا شي يقول لي هنا طبعا ذن المعلومات أو الجمل للحفظ، مثل ما حفظنا المعلومات اللي حفظناها في بداية الدرس الأول، كذلك هذه المعلومات للحفظ مهمة جدا جدا جدا. أقصد المعلومات أقصد بهن تحذيرات. لا لا تلاحظون نمبر 1 always keep medicines out of the reach of the children. دائما ابقي المديسن، ميديسن تجيب معنى ادويه، دائما ابقي الادويه out of the reach of children، بعيدا عن متناول الاطفال، لان من الممكن ان الطفل ياخذ من هذه الادويه وبالتالي يصير عنده حاله تسمم. واحده من انواع الحوادث هذه يريد ينبهني شلون اتجنبها. نمبر 2 ثانيا never let children play in the kitchen. ابدا لا تخلي الاطفال يلعبون في المطبخ. ليش؟ لان المطبخ بيه سكاكين، آلات حادة، بالطباخ بامور خطيره من الممكن اللي تؤذيهم. اذا هسه احفظوا وياي always keep medicines out of the reach of children، دائما ابقي المديسن الادويه out of the reach of children، بعيدا عن متناول الاطفال. never let children، ابدا لا تدع الاطفال play in the kitchen، يلعبون في المطبخ. always keep knives away from children، دائما ابقي السكاكين بعيدا عن متناول الاطفال. never let children play in pools alone، ابدا لا تدع الاطفال تلعب بالاحواض لوحدهم لان ممكن يغرقون. بعد never let children play with matches، ابدا لا تخلي الاطفال يلعبون بالماتشز، ماتشز اللي هي اعواد الثقاب. always keep plastic bags out of the reach of children، دائما ابقي البلاستيك باجز اللي هن العلاليق او الاكياس البلاستيكيه بعيدا عن متناول الاطفال. ليش؟ لان شوف هنا بعض الاطفال ياخذ هذا الكيس البلاستيكي يخليه على رقبته، وبالتالي هنا راح يسبب عنده اختناق، ومن الممكن انه تؤدي الى حادث فظيع لا سمح الله.
هسه استاذ قلت لنا لان المعلومات مهمه، تتذكرون بالدرس الاول او الدرس الثاني قلت لكم ان الجمله الامريه تنقسم الى قسمين، جمله امريه مثبته وجمله امريه منفيه. وبوقتها حطينا ملاحظه قلنا الجمله الامريه المثبته غالبا نستخدم معها always، والجمله الامريه المنفيه غالبا ما نستخدم معها never. هنا ذن الجمل اذا تلاحظون اغلبهن اما بدت always او never، always او never، never او always، وهكذا مع البقيه. اذا ذن الجمل بيقول لي ذن الجمل الامريه، بس هسه جمل امريه كتحذيرات، جمل امريه كتوجيهات، كتعليمات، كاوامر، هذا الموضوع انت تحدده. المهم ان ذن الجمل الامريه ساعه استخدم وياهن always، ساعه استخدم وياهن never. خلينا نجي نشوف، شوف طلاب دائما النصيحه الايجابيه، الامر الايجابي، التعليمات الايجابيه استخدم وياهن always. فدائما ايش اقول مثلا؟ always keep medicine out of the reach of children، دائما ابقى السكاكين بعيدا عن متناول الاطفال. هذا شيء ايجابي، خلي السكاكين بعيد عن متناول الاطفال. فانت لما تحذف always، شوفوا هنا احذف always، صارت keep medicines out of the reach of children، ابقى السكاكين بعيدا عن متناول الاطفال، هذا شيء ايجابي. بينما شوف بالجمله الثانيه never let children play in the kitchen، ابدا لا تدع الاطفال يلعبون في المطبخ. لما نجي نحذف never، شوفوا ايش راح يبقى بالجمله، let children play in the kitchen، دع الاطفال تلعب في المطبخ. هذا النصيحه ايجابيه او هذا الامر ايجابي؟ اكيد لا. اذا هنا دا يقول لي انت لما تخلي never دائما تخليها ويا الامور السلبيه، ولما تخلي always دائما تخليها مع الامور الايجابيه. هذا اللي لازم تميزون بيناتهم. اذا تلاحظون الملاحظات اللي اخذناها من الدرس الاول، ايش قلت لك؟ قلت لك تستخدم never مع الجمله الامريه المنفيه. فاذا تشيل never لازم شو تخلي بدالها؟ خلي بدالها don't. احنا اتفقنا ان don't مختصر ما do not، النوت دليل على ان الجمله منفيه، فبالتالي هاي الجمله جمله امريه منفيه. لا تدع الاطفال يلعبون في المطبخ لوحدهم، او ابدا لا تدع الاطفال يلعبون في المطبخ لوحدهم. اذا هذا ما يخص هذين الاوامر، وكذلك مع البقيه. شوف هنا always keep the knives، انا اوخر always، نفترض اني اوخر always، keep knives away from children، ابقي السكاكين بعيدا عن متناول الاطفال. هذا شيء ايجابي، بما انه ايجابي لازم استخدم ويا always. شوف الجمله اللي بعدها never let children play in the pools alone، لا تدع الاطفال يلعبون في الاحواض لوحدهم. وخر النبر، نفترض انه وخرنا النبر، فبالتالي ايش راح يصير؟ let children play in the pool alone، دع الاطفال يلعبون في احواض السباحه لوحدهم. هذا شيء ايجابي؟ اكيد لا. اذا لما نوخر النبر لازم نخلي بدالها don't، وهكذا. زين استاذ انت طلبت من عندي اني احفظها، شلون تجينا بالامتحان؟ شلون نقدر نجاوب عنها؟ لا انا معطيكم ملاحظات منزمه او هنا راح اعرض عليكم. بالبدايه ايش يقول لك؟ يقول لك تأتي مع الجمل الأمرية المثبتة always، أما النبر تأتي مع الجمل المنفية، وقد تأتي في الامتحان على صيغة، شوف هنا الصيغة اللي ممكن تجيني بها بالامتحان. طلاب هذا المثال كلش مهم، حاولوا تفكرون به وتحاولون تحلوه بدون ما تعتمدون علي يعني، توقفون الفيديو وتحلوه. شو يقول لي؟ يقول لي never لو always keep knives away from children، هسه عيفونا من النبر always، keep knives away from children، ابقي السكاكين بعيدا عن متناول الاطفال. هذا الشيء ايجابي لو سلبي؟ انه انا اوخر السكينه من يم الطفل، هذا شيء ايجابي. فش اقول؟ اقول always keep knives away from children، دائما ابقي السكاكين بعيدا عن متناول الاطفال. او لنفترض جاب هاي الجمله، حذف لي او سوالي فراغ، let children play with matches، تدع الاطفال يلعبون باعواد الثقاب، هم خيرني، قال لي never لو always. هسه تدع الاطفال يلعبون باعواد الثقاب، هذا شيء ايجابي لو سلبي؟ انك تخليهم يلعبون باعواد الثقاب، هذا الشيء سلبي، فبالتالي ايش راح اخلي له؟ راح اخلي له نبر، هنا راح الاختيار المناسب لها هو الاختيار نبر. هسه هذا الفقره الاولى اللي ممكن تجينا على شكل اختيارات، او على صيغه اخرى وهي ان يطلب من الطالب تكوين جمله امريه باستخدام فعل ونهايه مناسبه، شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال، شوف ان هاي الصيغه جدا مهمه. Give imperative about pool. Use never. شو يقول لي هنا؟ يقول لي طيل جملة أمرية عن البول، عن حوض السباحة. أنا ما أخذها الجملة الأمرية اللي عن حوض السباحة هذه وأنا حافظها. لما يقول لك أعطي جملة أمرية عن السباحة، أنت حافظها لازم تكتب لي إياها.
عن مثلا الماتشز اعواد الثقاب عن البلاستيك باجز الاكياس البلاستيكيه كون انت حافظها. لذلك انا ذكرت في بدايه الدرس لازم تحفظ ضمنك جمل على شكل تحذيرات لان ممكن يجي لك هاي الصيغه. شوف انا منطيني يعني تلميح اضافي قال لي اريدك تستخدم لي وياها نبر، يعني انت خاف ناسيها ترى هاي الجمله اللي اريدك تكتب لي اريدك تكتب لي اياها تستخدم وياها نبر انا حافظها. نبر ليت شو بدنا بلاي وذ بول الون نبر اكتبها نبر ليت تشيلدرن لا تدع الاطفال بلاي ان ذا بول الون ابدا لا تدع الاطفال تدع او يلعبون في حوض السباحه لوحدهم. هذا ما يخص هذا الفقره. احنا اتفقنا سابقا انه هذا اليونت كله يتمحور حول شنو؟ يتمحور حول الاوامر التوجيهات التعليمات الى اخره التحذيرات الى اخره. فبنلاحظ انه اكثر من مره بيلحظ هذا الموضوع اننا كما يجب الانتباه ان هنا الى النظر في زمان الاولويز ونظر يكون موقعها في هذه الجمله مع هذا النوع من الجمل مع هذا النوع من الجمل الامريه. احنا اكيد نعرف انه الاولويز والنظر دائما تاتي قبل الجمله الامريه، يعني تكون بدايه الجمله الامريه ما يكون موقعها مثل ما اخذناها بدروس سابقه بالكورس الاول النظر والاولويز اللي هي ظروف التكرار يكون موقعها اما بعد الفاعل او قبل الفعل المساعد او فعل الكينونه الى اخره. ذني استخدام كاستخدام ظروف التكرار اللي اخذناها بالكورس الاول. التمرين رقم واحد يقول لي complete the conversation below اكمل المحادثه التاليه about the poster in the student's book. شوف هنا انا ايش قلت لك؟ قلت لك حاول تحفظهن. يقول لك اذا انت لحد الان ما حافظهن روح احفظهن يلا تجي تحل هذا التمرين. لان انا دا اكد عليك دا اقول لك ان الاوامر او ان التوجيهات التعليمات التحذيرات يجب حفظها. اذا ما حافظهن ما راح تقدر تحل هذا التمرين. شوف هنا ايش يقول لي؟ يقول لي never let children play with matches. هاي كامله. لا تدع الاطفال تلعب بعواد الثقاب. Why not؟ لما لا؟ They'll burn themselves. شوف هنا نرجع للدرس السابق. ليش انا ما ادخل الاطفال يلعبون بعواد الثقاب؟ لان they will burn themselves. سوف يحرقون انفسهم او راح يجون نفسهم. بعد always keep medicine. دائما ابقي الادويه. هنا الادويه وين اخليها؟ out of the reach of children. بعيدا عن متناول الاطفال. اقول له out of the reach of children بعيدا عن متناول الاطفال وهكذا مع البقيه. فاحنا نحاول نحلها بطريقه اوضح. واي ابقي الادويه بعيدا عن متناول الاطفال. ليش تريد نخلي الادويه بعيدا عن متناول الاطفال؟ they will make فراغك لانهم سوف يجعلون عن فراغ مرضى. سوف يجعلون انفسهم مرضى راح يمرضون نفسهم. always فراغ نايمز دائما فراغ السكاكين. دائما ابقي السكاكين. اقول لك keep knives ابقي السكاكين شنو فراغ from children. نفس الفكره مال اللي قبلها of children او from children away from children بعيدا عن الاطفال. هنا انا هالمره ايش قال لي؟ قال لي منطق جمله ومنطق جواب مالتي تقدر تكمل الجواب النوم. يلا هنا انا قال لي always keep medicines out of the reach of children ابقي الادويه بعيدا عن متناول الاطفال. لماذا ابقي السكاكين بعيدا عن الاطفال؟ اذا مش اقول له اقول له واي لماذا؟ ذي الفراغ themselves السكاكين شنو راح تسوي؟ راح يجرحون نفسهم بها. اذا اقول له ذي سوف cut themselves سوف يجرحون انفسهم. never let فراغ kitchen شنو التحذير المناسب اللي اخذناه بدايه الدرس؟ never let لا تدع the children الاطفال play in the kitchen يلعبون في المطبخ. هنا مهم انا السؤال ليش؟ اقول له why not؟ لما لا؟ they will فراغ themselves سوف فراغ انفسهم. اذا الاطفال ما يلعبون بالمطبخ ليش؟ على مود ما يعرفون انفسهم. فاقول له they will hurt themselves سوف يؤذون انفسهم. فراغ in the pool alone فراغ في حوض السباحه لوحدهم. اذا شو اقول له؟ لا تدع الاطفال يلعبون في حوض السباحه لوحدهم. اذا اقول له never let children play in the pools alone لا تدع الاطفال يلعبون في الحوض لوحدهم. Why not؟ لما لا؟ ليش ما تريد نخليهم يلعبون لوحدهم؟ سوف يغرقون انفسهم. اذا راح يغرقون ان ممكن يغرقون. They drown themselves. Always keep plastic bags. دائما ابقي الاكياس البلاستيكيه out of the reach of children او away from children. نفس الفكره. اما away from children بعيدا عن متناول الاطفال او out of the reach of children هم كذلك بعيدا عن متناول الاطفال.
أما نرجو التكملة مالتها why ليش تريدنا نخليهم بعيدا عن متناول الأطفال because أو they will kill themselves ربما يقتلون أنفسهم بدون ما يدرون هم يلعبون يقتلون أنفسهم. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. هذا التمرين كنشاط صفي لكن بنفس الوقت هو يدربك على أو يتأكد أنه أنت حفظت هذه التحذيرات اللي أخذتها من بداية الدرس. لذلك حاول لا تنتقل من هذا التمرين أو لا تروح المدرسة إذا ما حافظ هذه التحذيرات لأنها مهمة بالامتحان التحريري بالامتحان الشفوي أو حتى بالداخل الصدقة تحضير يومي. تمرين رقم اثنين complete the pieces of advice with always and never. شوف هنا هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. يقول لي أكمل هذه ال pieces of advice هذه النصائح هذه التحذيرات هذه التوجيهات التعليمات الأوامر كيف تريد تسميها سميها أكمل هذه التحذيرات with always and never باستخدام always أو never. هنا هذين الجمل من الممكن يجنب الامتحان مثل ما وضحنا على شكل اختيارات. يجيب لي أحد هذه الجمل ويقول لي بين قوسين always no never. فأنت لازم حافظ التوجيهات أو التعليمات وعلى أساسها تحل هذه الجمل. فخلينا نشوف do your best افعل أقصى جهودك. أنا دا أنصحك أقول لك لازم تسوي أقصى جهودك always no never. هاي نصيحة إيجابية أو سلبية؟ هذه إيجابية. فإذا إيش أستخدم وياها؟ أستخدم وياها always say bad things قول الأشياء السيئة about the people عن الناس. هذا الشيء أنا أنصحك به إنه دائما تسوي أو يقول الأشياء السيئة عن العالم هذا الشيء سلبي. فإذا نقول له never say bad things لا تقول الأشياء السيئة عن الناس. do your homework افعل واجبك البيتي. هذه إيجابية لا سلبية لما أقول لك افعل واجبك البيتي هذه إيجابية. فش أقول له always do your homework tell yourself I can do it قل لنفسك يمكنني عملها أو قل لنفسك دائما قل لنفسك يمكنني فعل ذلك. هذا الشيء إيجابي لا سلبي هذا الشيء إيجابي أنا أقدر أسويها أنا قدها. فبالتالي أقول له أو أستخدم وياها always. اللي بعدها keep trying hard as you can حاول بأقصى طاقتك بما يمكنك أو حاول تسوي كل اللي تقدر عليه. هذا شيء إيجابي أو سلبي؟ إيجابي أستخدم وياه always دائما حاول أن تعمل جهدك فراغ stop trying to do your best التوقف عن محاولة عمل الأفضل تتوقف أن تسوي أو تبذل جهودك. هذا شيء إيجابي أو سلبي؟ تتوقف عن العمل الجاد هذا شيء سلبي. أنا أقول له never stop trying to do your best أبدا لا تتوقف عن ما عن أن تفعل ما يمكنك فعله. think about other people تفكر بالناس الآخرين هذا شيء إيجابي أو سلبي؟ أنا لما أفكر بالناس الآخرين إيجابي أو سلبي؟ هذا شيء إيجابي. أقول له always think about other people دائما فكر بالناس الآخرين. اللي بعدها والأخيرة do what you think is right افعل ما تعتقد أنه صحيح. هذا شيء إيجابي أو سلبي؟ بما أنه هذا الشيء صحيح فبالتالي هذا شيء إيجابي. فأنا أقول له always do what you think is right دائما افعل ما تعتقد بأنه صحيح. مثل ما وضحنا هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أن الدرس بسيط جدا صحيح هو مطيني مجموعة من الجمل اللي لازم أحفظها لكن احنا تعودنا أنه هذا اليونت كله راح يتمحور حول التحذيرات الأوامر التوجيهات التعليمات وراح نشوف انه خلال هذا اليونت كله راح كل درس ينطيني مجموعه من الاشياء اللي لازم احفظها مو مثل باقي الوحدات او اليونتات. احنا كنا ناخذ مثلا موضوع المضارع البسيط الماضي البسيط المستقبل الى اخره مواضيع قواعديه بحته على شكل قاعده. اما هذا يعتمد بشكل اساسي على الحفظ حفظ الجمل الامريه. هاي الجمل الامريه راح تستخدمها وايد بحياتك لان ذن الجمل الامريه تستخدمها مع اخوك ابوك يستخدمها وياك المدرس يستخدمها وياك الى اخره. فحاول تحفظون ذن الجمل لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري وحتى بالمراحل القادمة. حاولوا تكتبون هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حسابات موجودة في الفيديو في الوصف.